بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحرار. السلام عليكم أيتها الحرائر. السلام عليكم أيها الثوار. السلام عليكم جميعا، بوركتم بهذه الانتصارات والتحركات في الساحات، فأنتم بحق أبطال الميادين. بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقف بكل فخر واعتزاز وبكل خجل واستحياء عندما نتعرض إلى ذكرى الشهداء الذين هم أصل حراكنا وأصل نصرنا ونجاح ثورتنا وتحركاتنا السلمية في الساحة. هم الذين أعطونا القوة، أعطونا الصمود، أعطونا الصبر، أعطونا مواصلة الحراك في هذا الدرب الشائك. وعلى رأسهم شيخ الشهداء الشيخ الملا علي النجاس رحمة الله عليه. يعز علي أن لم أوفق إلا في هذا المجال، كذا مرة يؤتى بذكره ولم أوفق للمشاركة، لماذا؟ لا أدري، علما بأني يعني أحق من غيري في أن يتكلم في سيرتي ونهجه، لأنه كان طالبا عندي في الحوزة، في حوزتنا حوزة دار السلام، وكان من الأشخاص المجاهدين، وفخرا لي وشرف كنت آتي له بالسيارة في هاي المنطقة بلاد القديم وآخذه، لأنني اشتقت إليه كثيرا، إلى إخلاصه، وفائه، جده، صراحته، لا يتكلم إلا بحق ولا يتوانى من أن يرد على كل أحد مهما بلغ مستواه حتى لو كان جلادا قاسيا. الواقع الشيخ له خصوصية الجرأة والإقدام، عممته في الحوزة العلمية، وكانت العمامة في موضعها التي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان في الخطابة لا يتوانى، يواصل الخطاب، وكان حسيني بالفعل في خلال أبياته الشعرية. كان يواصل الدرس معنا في الحوزة، ومن المخلصين في الحوزة، ومن المجدين في الحوزة أيضا. السلام عليك
أيها الشهيد السعيد، السلام على جميع الشهداء، السلام على آباء الشهداء، السلام على أمهات الشهداء. قطرة دم من شهيد كافية في أن تنجح هذه الحركة وتعطينا الصبر كما أعطاهم الله ذلك، والصمود ومواصلة الدرب، هذا الدرب الشائك الذي يخاف منه أحيانا الخاص والعام، إلا الشهداء، إلا السجناء الذين يقبعون عند القضبان من رموزنا السياسيين. أصحاب الرأي، أصحاب العقيدة، تحركاتهم لأجل العزة والكرامة، لأجل الحرية، لأجل أن نعيش أحرارا بعيدين عن الذل، بعيدين عن الهوان، نبعد عن أنفسنا غبار الذلة والهوان، نهتف دائما وأبدا بما هتف به إمامنا الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. السلام عليك يا شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس، السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا مع سيدك ومولاك، فأنت خادم للإمام الحسين سلام الله عليه، تحشر تحت راية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي تعلمت منه وتعلم غيرك منه الصمود والثبات والبطولات، وأن يتكلم تلك الكلمة الحق أمام كل جائر وأمام كل مستكبر وأمام كل متغطرس. طبعا لا أستطيع أن أحصي فضل هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه، ولا يمكن أن أذكر شهيدا أن أتعرض لفضائله، فإنهم هم القادة وهم السادة وهم البطولة الذي يتعلم الشعب منهم البطولات. هنيئا لكم أيها الشهداء، هنيئا لكم يا عوائل الشهداء الموجودين هنا بالخصوص والغائبين. ولكن ربما كلمة أقولها وأكررها: أين الحضور؟ الشيخ علي النجاس رجل بارز، خدم الخاص والعام، أين الحضور إخواني؟ أين حضور عوائل الشهداء؟ كم شهيد عندنا في البلد؟ أكثر من 150 شهيد، أين هم؟ لماذا يغيبون عن هذه المجالس؟ هذه المجالس نفتخر بها، هذه المجالس بذور، هذه المجالس أسس لاستمرارية الثورة. أما إذا تخلفنا فإنه قد يقع لا سمح الله التراجع واليأس، وإن لم يكن إن شاء الله لم يحصل، ولكني أطمئنكم وأقول: كل من كان جالسا هنا سواء كان من عوائل الشهداء
أو من عوائل السجناء أو حضر هنا، والله إني لا أعتبر كل من كان جالسا في هذا المأتم إنه يعدل عند الله أكثر من 1000 رجل، أكثر من 1000 شباب، اضربوا كل واحد في 1000 رجل. ما ننظر بالقلة ومسألة الكثرة، لكن ينبغي أن نثبت وأن نقدم لهذا الرجل. شنو ما قدمنا؟ شيء، حضور ساعة ما تأخذ. على أي حال اعذروني طبعا قد أطلت عليكم الكلمة، فأرجو قبول هذا الجهد المتواضع الذي لا يمكن أن يوضع في الميزان أمام ما قام به هذا البطل العملاق الذي استطاع أن يهز عروش الظالمين، وآخر ما فكروا به هو التصفية والإبادة الجسدية له. رحم الله من قرأ لروحي الفاتحة ولأرواح الشهداء والعلماء ومن مات على الإيمان الفاتحة، قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.